هناك سلطة فردية، هذه كتقدميها لالا في الأطباق لكل واحد طبق ديالو، وهي مغلفة بالبطاطس، وانتم كتشوفوا باللمسة ديالها انتم متتبعتنا على صفحة الفيسبوك، في الشكل ديالها أنيق جدا، وهذه في يعني مغلفة بالبطاطا، كتجينا مغلفة بالبطاطا، ومن الداخل كتجينا ديك الحشوة ديال الرز مع التون. أييه نبداو أولا بخليط ديال البطاطا. نعم. غنحتاجو لو كيلو واحد ديال البطاطا مسلوقة. بالنسبة للبطاطا اللي كنستعملوها في هاد الوصفة كنعملو البطاطا البيضاء. ماشي الحمراء. لا نعملو البيضاء، حيت البيضاء كتكون رطبة أكثر من الحمراء. أييه. غنحتاجو مع 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 البطاطا جوج معالق ديال الخل. نعم. غنحتاجو جوج قطع ديال الفرماج المثلث. نحتاجو شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار. نعم. هاد المكونات كاملة غنخلطوهم مع البطاطا، كنعجنوهم مزيان مع البطاطا حتى كنحصلو على 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 البيغي بشكل ديال البيغي عادي. يكون مساج مزيان، نخلطو ونخليوه على جنب، ندوزو نتحضر الحشوة. بالنسبة للحشوة غنحتاجو 125 غرام ديال الرز يكون مسلوق من قبل، مع شوية ديال الزيت شوية ديال الملحة. نعم. نحتاجو جوج علب ديال التون ديال الزيت، نكونو صافينه من الزيت ديال من الزيت ديالو. نحتاجو جوج ديال البيضات مسلوقين مقطعين قطع اللي تكون صغيرة. أييه. نحتاجو شوية ديال المعدنوس مقطع. نعم. نحتاجو كاس واحد ديال خبزو مقطع قطع صغيرة ومسلوق. نحتاجو المايونيز باش نجمعو الخليط. ونحتاجو شوية ديال الملح وشوية ديال الإبزار. كنخلطو هاد المكونات ديال الحشوة كاملة وكنجمعوها بالمايونيز حتى كنحصلو على واحد الخليط اللي كيكون متماسك. من بعد كناخدو واحد القالب دائري، واحد السيركل دائري يكون صغير في الحجم. كندهنوه شوية ديال الزيت من الجوانب، وكنوضعوه في واحد الطبيصة اللي يكون هو ديك الطبيصة اللي غنقدمو فيه السلطة ديالنا. من بعد كنوضعو ديك القالب في الطبسيل، وكناخدو ديك الخليط ديال البطاطا، ثم كنلبسو الجوانب ديال ديك القالب بهاد الخليط ديال البطاطا. كنلبسو الجوانب والأسفل ديال 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 المول. نعم. يعني فوق ديك التبصيل. من بعد كنعمرو الحشوة، ثم كنغطيوها بواحد طبقة أخرى ديال البطاطا من الفوق. ناخدو المعلقة وكنقدو مزيان السلطة ديالنا قبل ما نحيدو القالب. ملي كنقدو مزيان كنحاولو نجبدو القالب غير بشوية. أييه. كتكون ديك الساعة السلطة ديالنا خدات لنا الشكل ديال القالب. غندهنوها من الفوق بالمايونيز. وانا شفتك المايونيز درتي طبقه شويه عريضه ديال المايونيز على الوجه ديال ديك لا سالاد ياك. نعم. كندهنها مزيان بالمايونيز. ومن بعد كندير واحد خطوط حلزونيه بالكيتشوب. وكنجيب واحد ديك الكيغدون وكنحاول نجرو من الجوانب الوسط ديال السلطه. باش كتعطي الناس الاخر هذاك الشكل ديال الورده.